خلاص انا هرجعها هنا او اخليها نحمرها لما الزيت يسخن، مش هقدر احمرها دلوقتي. هعمل البوريك. البوريك برضو دي وصفه قديمه من وصفات جدتي الله يرحمها. نص كيلو دقيق بياخد 3 بيضات وبياخد نص كوبايه سمنه وطبعا شويه ميه اعجن بيها. الحشوه بتاعتي يا اما لحمه معصجه يا اما جبنه بيضة مع شويه بقدونس او نعناع اللي انت عايزاه. اهم حاجه في البوريك، اهم حاجه ان انا افرك الدقيق كويس جدا في السمنه. ليه؟ عشان البوريك ده بيطلع فطاير صغيره كده مقرمشه. عشان تقرمش لازم ابس الدقيق في السمنه كويس عشان الجلوتين يطلع من الدقيق، فتبقى مقرمشه معايا والا هتبقى طريه. حتى لو هي حمرتها في الزيت لازم تكون مقرمشه ناشفه، ولازم لما افردها تبقى رفيعه جدا، يعني لما اجي اكلها تبقى العجينه رفيعه قوي ومقرمشه، بتطلع خرافيه. ادي الدقيق بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم. نص كيلو دقيق، هبس فيه نص كوبايه السمنه. لازم ابسها كويس جدا كده، ادعكها. الدقيق كله لازم يتغلف بالسمنه، ما ينفعش. ومش محتاجه ان السمنه تتقدح او تسخن، انا مش بعمل كحك، انا بعمل ايه؟ عجينه البوريك القديمه اهي كده. لازم بصوا اهو، ادعك كويس كله كله، لازم اتاكد ان مفيش فتفوته في الدقيق، ما تغلفتش بالسمنه. هي بصوا هي تفاصيل صغننه جدا، بس هي اللي بتدي الحاجه طعمها في الاخر. ولما بيجي عندك ضيوف او اولادك بياكلوها كده وبتفخري بنفسك بصراحه لما تبقى الحاجه حلوه. وكده كده انت تعبانه، يعني انت تعبانه وعامله الحاجه وعجناها، طلعيها صح. يعني خدي بالك من الديتيلز الصغيره دي عشان في الاخر تطلع تحفه معاكي، يعني تطلع عاديه مش هتبقى، يعني الحاجه لما تبقى عادي خلاص يعني مش مستاهله التعب، لكن لما بتبقى واو انت بتبقي فخوره بنفسك اهي. شايفين كميه صغيره؟ طبعا دايما في الاول وانت بتجربي اي حاجه جديده ابتدي بكميه صغيره عشان ما تتعبيش وعلشان تطلع معاكي مظبوطه. برضو البوريك ممكن تعملي العجينه وتسيبيها تاني يوم تشتغلي بيها، مش هيحصل لها حاجه، ما فيهاش خميره، ما فيش خميره في العجينه دي، فهي بس بنسيبها ترتاح علشان تشتغلي بيها كويس. يعني ممكن تسيبيها لتاني يوم مش هيحصل لها حاجه، لان هي عجينه ما فيهاش خميره، ولا خميره ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه خالص. اوكي، ادي عملت الدقيق بالسمنه، هحط نص كيلو بياخد نص معلقه ملح، نص معلقه صغيره ملح عشان العجينه تطلع مظبوطه معاكي اهو. وبعد كده بقى هحط البيض، البيض بتاعي هحط له رشه فلفل اسود. ابتدى الزيت يسخن عشان تحمير الكوبيبه، وهحط بصوا البيض اهو، ما ضربتوش ولا حاجه هنا كده. انا لسه ما حطيتش الميه، ما حطيتش سوائل، حطيت السمنه وحطيت البيض، هعجن لغايه لما الدقيق يختفي، بعد كده هزود الميه على قد بقى اللي فاضل. لكن لو انا حطيت الميه من الاول جيت حطيت البيض باظت العجينه معايا. فبصوا اهي سهله جدا وطعمها في الاخر خرافي، ما بتاخدش ميه كتير خدي بالك، والميه لازم تبقى دافيه. العجينة دي لازم ترتاح، لازم ترتاح ساعة على الأقل. أنا قلت ما فيهاش خميرة، بس عشان تفرد معايا وتبقى مظبوطة لازم ترتاح ساعة. هاجي بقى المية، المية تبقى دافية، خليني أدفيها سنة كمان بمية سخنة. بسم الله. أنا عايزة بس أشوف الزيت. ممكن أحط الكوبيبة.
الكوبيبه بنحط واحده واحده، ما بحطش كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. بس مش هحط اكتر من كده اهو. ادي حراره الزيت وبالراحه كده. بصوا الزيت مغطيها فمش محتاجه ان انا اقلب، مجرد بهزها كده. اهو بصوا انا بهزها علشان انا مش عايزه اقلبها، انا عايزاها تتغطى كلها بالزيت، مش هتاخد معايا وقت. القشره رفيعه واللحمه مستويه اللي جواها. اهي ابتدت تاخد اللون الذهبي الحلو، بس انا عايزاها اغمق سنه. يبقى الزيت مغطيها، الزيت سخن، ما احطش كميه كتيره وما اقعدش اقلب فيها طول الوقت خالص عشان تطلع الكوبيبه زي الفل معايا، تطلع حلوه وما تفتحش معايا خالص. هنرجع تاني، خليني بس اشيلها وارجع للعجينه بتاعه البورك. طبعا اللون اللي انت عايزاه هو الذهبي الغامق احلى حاجه. بصوا اهو شايفين، عايزين نغمقوها تاني ممكن نغمقها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الكوبيبه بتاعتي، عايزه اجيب بس ده بعيد علشان ما يتحرقش. وهنرجع نكمل البولك. ادي الكوبيبه، هرجع للبولك. يبقى الكوبيبه من الحاجات اللي بتتفرز من قبل رمضان، والبولك نفس الكلام. بصوا العجينه هي مفروله، انا حاطه لها السمنه وحاطه لها البيض. هاجي بسم الله هحط حوالي ربع كوباية مية وأحاول ألمها، يعني شوية شوية المية، شوية شوية عشان ما تزيدش معاكي، لغاية هتلاقوها لمت بسرعة وبتتعجن بسرعة سهلة جدا. اهي عايزة آخر رشة مية. وزي ما قلنا لازم اسيب العجينه بتاعتي ساعه ترتاح، ما ينفعش ابدا ان انا اشتغل فيها على طول، حتى لو هي ما فيهاش خميره ومش محتاجه تخمر، بس الاول لازم العجينه تنعم معايا، يعني ما ينفعش اسيبها كده، لازم افضل اعجنها لغايه لما تبقى ناعمه تماما. خلاص اهي كده، طبعا هي محتاجه تتعجن على الاقل 5 دقايق تاني او تتحط في العجانه لغايه لما تبقى ناعمه بالشكل ده، يا اما هنحطها في العجانه يا اما نعجنها لغايه لما تبقى بالشكل ده. وهاجي بقى اشتغل فيها بعد ساعه، العجينه دي احنا ريحناها ساعه، هاجي اشتغل فيها دلوقتي، هنقطعها واوريكم هنعملها ازاي. هاجي بسم الله، هي ما نفشتش لان مفيهاش خميره، نفس الحجم بس ارتاحت اهي. هبتدي اقطعها، هحشي شويه لحمه مفرومه معصجه، وهحشي شويه ادي اللحمه المعصجه، وهحشي شويه جبنه بيضه مع بقدونس. جبنه بيضه اهو، اهي العجينه دي انت ممكن تفرديها بالنشابه
وتقطعيها دوائر، او زي ما انا اتعودت وانا بساعد جدتي وانا صغيره اهي اهي. بصوا اهي هشيلها هنا، ادي الطبق، طبق مبطط فلات، وهي هتمسك فيه، مش هتحتاجي النشابه. النشابه لو عملتيها كتير كبيره وقطعتيها، بس انا اتعودت ان انا اعملها ايه كوره اهي، وهاجي بسم الله اهي. بصوا من جوه لبره بروح فرداها رفيع قد ما اقدر، اوكي اهي، يبقى من جوه لبره، او بتقطعيها بالقطاعه زي ما انتي عايزه، اوكي اهي. دي اللي هي لازقه هنا لان هي مرتاحه فمسكت معايا. هاجي بقى احط الحشوه في النص، الحشوه في النص اهي. بصوا اهو، حاجه اعمل ايه بقى، الحشوه في النص بايلة على اليمين شويه، هاجي بقى بصي اهي، هجيب دي كده واقفل كده، اضغط وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو، شايفين اهو بتني الاتنين على بعض. برضو نفس الكلام، هحطهم على صينيه وادخلهم الفريزر لغايه بيجمدوا. ادي البورك على صينيه بنجمده في الفريزر وبنحمره في الزيت. ادي الزيت بنزله من الفريزر يا دوبك يطرى شويه، واروح حطاه في الزيت السخن. بياخد بصوا ثواني، بيتحمر على طول، وبرده اللحمه جواه مستويه. خلاص على ما نحمر نطلع فاصل، هروح لفاصل دلوقتي وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنوني.